السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع ديال هذه الحلقة يتعلق بواحد المثال تطبيقي في إطار مدرسة عقلية حول الموضوع ديال التفاح. هذه الحصة هذه تتعلق بالتسميد ديال التفاح أو تسميد العمق. التفاح بصفة عامة على غرار مختلف المزروعات يحتاج أنواع ديال الأسمدة باش يعطينا إن شاء الله واحد الإنتاج وافر. كمتوسط إلا بغينا نحصلوا على واحد الإنتاج ديال 30 طن في الهكتار، فراتي خصنا في الحالة هذه واحد 100 حتى 120 وحدة ديال الأزوت، تخصنا تقريبا 51 وحدة ديال الفوسفور، وواحد 120 وحدة كذلك ديال البوتاس. ولكن هاد 30 طن هذه أو الإنتاج بصفة عامة ما تتعلقش بالتسميد، بل تتعلق بمجموعة من العوامل أو الفاكتور، منها الهيئة ديال البستان ديالنا والكثافة ديالو، الأنواع اللي اختارينا في البستان ديالنا، وكذلك نوعية التربة والخصوبة ديالها، والسقي اللي تنعطيو للتفاح، والبيئه اللي درنا فيها التفاح ديالنا، وما نساوش كذلك المعالجه ديال الافات والامراض اللي تتقيس التفاح ديالنا. اذا هذه القيم هذه تتبقى متوسطه. نسمات سلفات الامونيوم اللي تتميز ب 21 كيلو ديال الازوت على شكل NH4+ او لا الامونيوم، اللي بطيء الذوبان والتحلل واللي خاصو يتحول نيترات باش تستعملوا النبته ديالنا، عكس سماد النيترات اللي سريع الذوبان والتحلل بحال 33. وغادي نستعملوا كذلك سماد MPK على شكل 10-30-10، يعني 10 ديال الوحدات أو 10 كيلوات ديال الأزوت، 30 كيلو ديال الفوسفور، و 10 كيلو ديال البوتاس لكل قنطار ديال هذا السماد. هذا تتلاحظوا في هذا السماد في نسبة ديال الفوسفور مرتفعة، إذا غادي نستعملوا تقريبا نص كيلو منه وما نفوتوش باش ما نزيدوش في الفوسفور اللي ممكن يبلوكي لنا الزنك. وكذلك غادي نستعملوا كيلو من سماد ال 21 في التجريب. نص كيلو ديال سماد MPK 10-30-10، الا قلنا نص كيلو هي تقريبا غادي يعطينا كل نص كيلو ديال هذا السماد هذا واحد 50 غرام ديال الازوت، واحد 150 غرام ديال الفوسفور، وواحد 50 غرام كذلك ديال البوتاس، حيت غير نص كيلو الا درنا النسب مئويه 10-30-10. وكذلك غادي نستعملوا واحد كيلو ديال سماد ال 21. كل كيلو ديال سماد ال 21 الا وغادي نلقاو فيه 210 غرام ديال الازوت. الا خلطنا هاد نص كيلو هادي ديال MPK 10-30-10 مع كيلو ديال سماد ال 21، غادي نلقاو في القيمه ديال التسميد اللي غنعطيو لكل شجره 210 غرام زائد 50 غرام اللي غادي يعطينا 10-30-10، هي تقريبا نقولوا واحد 250 غرام حتى 260 غرام ديال الازوت. وغادي تبقى ديك القيمه ديال الفوسفور هي 150 غرام اللي كافيه ديال الفوسفور، والبوتاس غادي نعطيو لكل شجره 50 غرام ديال البوتاس. بالنسبه للفوسفور هذيك 150 غرام كافيه لكل الشجره، تنعطيوها في هذه الوقيته هذه فبراير تقريبا، تعطيوها في يناير فبراير، ممكن نعطيوها كاع انطلاقا من الاواخر ديال دجنبير. اما الازوت هذيك 250، هذيك 250 غرام الازوت تنعطيو تقريبا ثلثين ديال الازوت فقبل الازهار، والثلث الاخر تنعطيه انطلاقا من المرحله ديال العقد. اما بالنسبه للبوتاس فراه تنعطيه تقريبا من مرحله العقد حتى النضج ديال الثمار، يعني البوتاس تنعطيه بشكل تدريجي، تنعطيه تقريبا كل 15 يوم حتى النضج ديال الثمار. هنا تيبان لكم القيم اللي عطينا للتفاح ديالنا، عطينا نص كيلو ديال 10-30-10 مع كيلو ديال 21، يعني اننا عطينا 250 غرام ديال الازوت، 150 غرام ديال الفوسفور، و50 غرام ديال البوتاسيوم. اما بالنسبه الى قلنا عندنا هنايا واحد 370 شجره في الهكتار، يعني ديك 370 شجره غنضربوها في ديك القيم اللي عطينا لكل شجره، اذا كل هكتار عطينا هنايا 93 وحده ديال الازوت، يعني 93 كيلوغرام كل هكتار. عطينا 55 وحده ديال الفوسفور اللي كافيه، وعطينا 18 وحده ديال البوتاس. هنا تيبان لكم 93 وحده ديال الازوت، يعني بقى لنا واحد وحده تقلال باش نكملوا ديك 120 وحده. اما الفوسفور ديك 55 وحده راه كافيه، ما غاديش نزيدوا الفوسفور، حيت الا زدنا الفوسفور بزاف المشكل ديال الفوسفور الا زدناه غادي ممكن يبلوكي لنا الزنك، كاين واحد التنافس بين الفوسفور والزنك يقدر يبلوكيه. اما هذيك العدد الوحدات ديال البوتاسيوم راه خاصنا نزيدوهم فانطلاقا كما قلنا من العقد حتى النضج ديال الثمار. هنا الطريقه ديال وضع السماد، تندير واحد الترونشي حول الظل ديال الشجره، وتنديو هذا السماد هذا وتنغطيوه بالتراب، حيتاش داك الفوسفور خاص يكون تقريبا قريب الجذور باش يستافدوا منه. بالنسبه للازوت
في المرحله ديال العقد غادي نعطيو 16 وحده، 16 وحده تقريبا في الهكتار هي نص قنطار او لا خنشه وحده ديال سماد 33 تنقسموا على الاشجار ديالنا، نص قنطار ديال 33 يعني خنشه وحده ديال سماد 33، وهكا غادي نكون عطينا 120 110 ديال الوحدات ديال الازوت اللي راه كافيه. هنا في التجربه هذه تنقيسوا الملوحه بهذا الاستيمتر باش نشوفوا مستوى ديال الاملاح او التسميد ديالنا. نرجعوا للموضوع ديالنا، بالنسبه للبوتاس غادي نعطيو سماد، نعطيو تقريبا جوج قناطر ديال سلفات البوتاس 48 يعني 96 وحده، بالاضافه ديال ديك 18 وحده اللي كنا عطينا في سماد ام بي كا، يعني اننا عطينا غادي نعطيو ان شاء الله 114 وحده ديال البوتاس خلال الموسم. غير هو هذيك 96 وحده خصنا نعطيوها بشكل تدريجي، يعني تقريبا مره في 15 يوم انطلاقا تقريبا من ماي حتى النضج ديال الفاكهه ديالنا، حيتاش البوتاسيوم عنده اهميه كثيره بالنسبه للتفاح. هذه بصفه عامه بالنسبه للعناصر الكبرى، اما بالنسبه للعناصر الصغرى فراه التفاح كذلك تحتاجها بواحد الطريقه ضروريه، خاصه البور والحديد والزنك. وان شاء الله في الحلقات المقبله ان شاء الله غنديروا امثله ميدانيه ديال البور وديال الزنك وديال الحديد. وهذه كتذكير الى عطينا 3 طن ديال الغبار فراه ممكن نعطي واحد الساعه 21، يعني 9 كيلوغرام ديال الازوت، 9 كيلوغرام ديال الفوسفور، 21 كيلوغرام ديال البوتاس. يعني الى عطينا الغبار في البدايه ديال الموسم هادشي خاصنا ناخذو بعين الاعتبار في التسميد ديالنا. هنا تيبان لكم داك لوسيمتر اللي تنقيسوا به كما شرنا النسبه ديال الملوحه، يعني النسبه ديال دوك الاملاح اولا لانغري اللي عطينا، الى لقينا النسبه طالعه شويه وصل ديك جوج يعني الارض ديالنا راه شابعه ملحه شابعه انغري، اما الى لقينا يلا 0.5 الارض ديالنا مسوسه في الحاله هذه وخاصنا نضيفوا لها لانغري. هذا لوسيمتر هذا ضروري باش الفلاح تيكون يستعمل وسائل عصريه في التتبع ديال التسميد ديالو.